الاستاذ عامر تمام هينضم لي دلوقتي، وهو صحفي في شبكه تلفزيون الصين الدوليه، هينضم لي عبر سكايب من بكين. وهنتكلم عن بكين لاننا هنتكلم عن المؤتمر الصحفي اللي عملته النهارده وزيره الصحه الدكتوره هاله زايد في بكين العاصمه الصينيه. مساء الخير استاذ عامر. مساء الخير يا استاذ عمرو. اهلا بحضرتك استاذ عامر. يعني قول لنا اهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لوزيره الصحه النهارده وحضرتك كنت متابعه. والله المؤتمر الصحفي النهارده كان فيه اكتر من حاجه مهمه. اول حاجه مهمه هو ان الوزيره كشفت عن ان الصين امدت مصر بالوثائق الفنيه للاجراءات الاحترازيه التي قامت بها الحكومة الصينية للسيطرة على الفيروس أو فيروس كورونا المستجد. هذه الوثائق لها أهمية كبيرة لأنها بترصد تجربة الصين على مدار 40 يوم أو أكثر. دول خلاصة تجربة الصين للسيطرة على الفيروس اللي أصيب به حوالي 80,000 وفي حوالي 3,000 حالة وفاة. الآن الصين بتسجل مثلا النهاردة حوالي 42 حالة وفاة وحوالي 200 حالة إصابة، وغالبية الحالات ديت يعني 99% منهم في مدينة ووهان، المدينة اللي هي مركز تفشي هذا الوباء. فبالتالي اللي نقدر نخرج منه من القصة ديت انه هذه الوثائق لها أهمية كبرى لأنها أثبتت نجاح بشهادة أيضا منظمة الصحة العالمية اللي كان في فريق منها موجود في الصين من حوالي أسبوع وعمل تقرير أشاد فيه بجهود الصين للسيطرة على هذا الوباء. ده بالنسبة للوثائق. أما على الجانب الآخر، في كشفت الوزيرة أنه في حوالي 1,000 جهاز لكاشف للكشف عن فيروس كورونا قدمتهم الصين كهدية للشعب المصري. أيضا الوزيرة برضو قالت أنه عندما التقت بنائب رئيس البرلمان والتقت بالقائم بأعمال وزير الصحة، والحقيقة كان استقبال حافل للوزيرة، يعني لأول مرة يتم استقبال وزير في قاعة الشعب الكبرى اللي هي مخصصة للرؤساء يعني. وده إن دل على شيء يدل على الاحتفاء الكبير من جانب الصين بهذه الزيارة، خاصة وأن هذه الزيارة هي أول زيارة لوزير صحة منذ انتشار الوباء في الصين. فالصين يعني بتثمن غاليا هذه الزيارة وبتعتبرها يعني رسالة تضامنية من مصر كقيادة وكشعب. أيضا هذا الاحتفاء تمثل أيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، واللي كانت بتتناقل كلها صور المعالم الأثرية المصرية اللي كانت يعني مكسوة باللون العلم الصيني. ده أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي. ولكن في حاجة برضو حابب يمكن تكون رسالة تطمينية، طبعا بسؤال السفير محمد البدري سفير مصر في الصين عن الجالية المصرية في الصين بشكل عام، هل في حالات إصابة أو كده؟ معالي السفير قال إنه لا توجد أي حالات إصابة لمصريين في الصين وإنه الكل هنا بصحة جيدة ولا توجد أي مشاكل يعني. الحمد لله، دي حاجة يعني تطمن إن شاء الله. واللي يمكن يبعث على الاطمئنان انه الاجراءات اللي بتتخذها الحكومه الصينيه ووزاره الصحه الصينيه تبدو الاجراءات حازمه وتبدو وكانها تطبق مش بنسبه 100%، لا بنسبه 1000%. وده يمكن اللي لمسناه من خلال يعني الاتصالات اللي بنقوم بها كل يوم تقريبا مع مصريين عاملين في الصين ومع يعني صحفيين ومع الدكتور محمد البدري ايضا السفير. نسبة الوعي عالية جدا عند الشعب الصيني أستاذ عامر، مش كده؟ ده صحيح. وأنا هنا يمكن حابب أضيف لحضرتك تجربة شخصية هي تجربتي أنا.
أنا كنت في زيارة لمصر، وأول ما رجعت من مصر مريت بكل الإجراءات الصارمة، من حجر صحي في البيت لمدة 14 يوم، في لجنة في الحي السكني اللي أنا ساكن فيه. اللجنة دي كانت مسؤولة عن يعني قضاء كل الاحتياجات اللي أنت محتاجها إذا كنت موجود في الحجر الصحي، من طعام أو شراب أو أي شيء آخر. هي اللجنة دي مسؤولة عن الكلام ده وتنفيذ الموضوع ده بكل صرامة، ولازم كل يوم يكون في قياس لدرجة حرارتك وتبلغ بيه اللجنة دي، وتبلغ بيه مكان شغلك وتطمنهم إن أنت بصحة جيدة. اللي أنا عاوز أضيفه برضو يعني الإجراءات هنا يعني تكاد تكون هي الإجراءات واحدة في كل دول العالم، ولكن الصين يعني ضافت بعض الشيء، ولكنها نفذت كل الإجراءات اللي بتدعو أو بتطالب بيها منظمة الصحة العالمية. يعني ما فيش حي سكني، ما فيش أتوبيس أو حافلة نقل عام، ما فيش محطة مترو، لا يوجد أمام هذه المحطة أو أمام هذا الحي السكني شخص أو أكثر لقياس درجة الحرارة. لا يمكن تركب أتوبيس نقل عام أو تركب مترو لو كانت درجة حرارتك مش طبيعية. الشيء الآخر، حاليا كل المدارس في الصين شغالة، ولكن ما فيش طلبة بتروح، كل المدارس شغالة أونلاين، الدراسة من المنزل. أيضا فكرة التوعية لدى الشعب الصيني، وهنا يمكن في الفترة أو بالأمس والفترة اللي فاتت كنت بتابع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، كان الكثير من الشائعات حول انتشار فيروس كورونا في مصر، وكل واحد بيتكلم وكل واحد بيدلو بدلو وكل واحد بيقول اللي هو عاوزه. في الصين ممنوع منعًا باتًا نقل أي خبر إلا من خلال مصدر بالدولة، وإذا أنت نقلت عن طريق على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بيك، إذا نقلت أي خبر مش من خلال الدولة أو مش من خلال مصدر رسمي، أنت تعرض للمساءلة القانونية. لا ولذلك لا توجد إشاعات في الصين، يعني كل الأمور بتكون تحت السيطرة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عامر تمام، صحفي في شبكة تلفزيون الصين الدولية، كان معانا من بكين. شكرا جزيلا، واحنا عارفين ان الوقت متأخر عندكم.